فالطريقه ان انا البس الوجه عن طريق نفسها. الباروك اسهل طريقه انه اي باروكه عموما لما بتيجي بيبقى فيها الحزام ده، الحزام ده بيبقى فيه تو ويز فيه فبيتضيق ويتوسع، يعني هي وان سايز اصلا. فلما هي وان سايز، ما هي هنا بنضيق اهو، راسي غير راسي، ما هو دي حقيقه فعلا كلنا مش زي بعض. طيب بس احنا هنا بنبتدي ان احنا نوسع ونضيق وناخد السايز بتاعنا. فانا بقول للبنات لا خالص، انا بقول للبنات انت شوفي السايز اللي انت عايزاه وابداي ان انت ضيقي او وسعي لحد ما هتوصلي السايز اللي يعجبك او يعني يبقى مريح. بس تاني حاجه بيبقى فيه زي هنا كليبس كده عشان تتثبت، يعني مش محتاجين اصلا نروح كوافير ولا اي حاجه من ده. ايوه بس التول ده عشان كتير قوي بيسالوا عليه، التول ده هعمل فيه ايه؟ بيتقص بس هو بياخد بصمه الراس، بمعنى نبقى لابسين الوجه ونبدا ان احنا نقصها، فبنقص التول ده فكل ده مش بيظهر اصلا خالص. لا خالص. طب ما تورينا عملي كده. حاضر. وطي شويه بقى كده من غير ما تلبس حاجه. لا هو ممكن حاجة. البنيهات الموجودين دول ممكن نلبسها وممكن لا، في ناس بيستريحوا فيها وفي لا. فهو على حسب، بس هو مش هيسبب لي ازمه كبيره. طب البواريك دي لازم اعمل لها سشوار او حاجه؟ ينفع اعمل لها هيتنج بس هيبقى درجه الحراره تبقى خفيفه. ممكن بمسكيها لي معايا من قدام. ينفع ان انا اعملها سشوار، ينفع اغسلها بس طبعا بطرق معينه بقى اللي هنيجي لها يعني. لكن في العموم بتعمل لها هيتنج بس على درجه حراره خفيفه، لانه هو في الاول وفي الاخر مش شعرنا. صح. فبنعملها الحراره تبقى مثلا 180 على حسب. ممكن بس اشوفك انت كده بقى بتلبسيها، بعد كده بتقصي؟ بقص التل الزياده وبتتصبغ وكل اللي انا عاوزاه. بس النوع ده لا، يعني الماتيريال دي لا ما ينفعش اصبغ. انا ينفع اغسلها، ينفع اعملها ببليس، ممكن اعملها كل التسريحات، تتفرق اي اتجاه، تتعمل كل حاجه. وكمان هي عشان مفتحه وطول، وهي فول كاب يعني 360 درجه. يعني كل ما هنفرقها من حته او نعملها مثلا دي الحصان او حاجه، هيبان الروتس اللي هي الطبيعيه بتاعتنا. لكن دي مش بتتصبغ، فالفايده فيها في ايه؟ ان هي كبرايس بتاعها مش عالي. فممكن ناخد كذا واحده ونعمل كذا لوك بمقام مثلا واحده من بره. يعني كاني انا اشتريت واحده طبيعي زيها زي تعيش سنتين ثلاثه اربعه ايا كان، بس يمشي على الرولز اللي انا بقول لهم عليها. في رولز معينه ما نقدرش ان احنا نخرج عنها. في الرطوبه بتتغير خالص؟ لا خالص ولا اي حاجه. بيبقى في زي سيروم انا بقول لهم عليه، بيبقى ميه على حمام كريم او بلسم، بيدوبوا سوا ويترشوا، ده بيجدد منها على طول، تفضل على طول حلوه على طول ناعمه، ما تبقاش هيشه